سي رشيد بوسيري، خسارة كبيرة الرياضة المغربية وخسارة كبيرة لنادي الرجاء. 30 عام العطاءات لنادي الرجاء، حصل لي الشرف خدمت معه في 2007 ل 2010، وحصل لي الشرف كذلك خدمت معه في هذا المكتب، وإنا إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله ربي يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. يعني تجند وكان مجند وكان ديما بجانب الفريق في السراء وفي الضراء، وفي يمكن احسن صوره غتبقى عندي هي فاش ربحنا في الكونغو هذه دابا قل من شهر، وكان كنا واقفين في واحد الظروف صعيبه، والحمد لله فرحنا كثير، وكتبقى لي الصوره ديال السي رشيد هاز لا كوب في الكونغو في كينشاسا. وشكرا.